السلام عليكم، كيف حالكم أصدقائي الكرام؟ انتشرت الآن كارثة المرض الوبائي كورونا في معظم بلاد العالم، وإن لم يكن في كل بلاد العالم إذا صدقنا القول، فلم تنجو جنسية حتى الآن من هذا الوباء الشنيع الذي اجتاز كل حدود الدول والذي لم يتم إيجاد مصل له حتى الآن. فهل كنا نصدق في يوم من الأيام أن المملكة العربية السعودية ستقفل عمرة؟ وماذا بعد؟ هل ستقوم المملكة العربية السعودية بوقف الحج أيضا اتخاذ أمرا احترازيا لإنقاذ العالم الإسلامي من هذا الوباء الشنيع؟ أعتقد أن هذا ما سيفعله خادم الحرمين الشريفين في خلال الفترة المقبلة. وانظروا حالنا الآن والقرارات التي اتخذتها الدول العربية، وهو مانع صلاة الجمعة والصلوات الخمس المفروضة من الله سبحانه وتعالى. فهل كنا نصدق أيضا أنه سيتم وقف الصلوات في المساجد؟ فهذه مصيبة أيضا. وإذا كان اليهود يخافون أن يصل عدد المصلين في صلاة الفجر كما هو عدد المصلين في صلاة الجمعة، فما هو تفكير اليهود الآن بعد أن لم يتم صلاة الجمعة في الأساس؟ مشاهير من عالم السينما والرياضة والسياسة في بعض الدول تم إصابتهم بفيروس كورونا، وما زال هذا الفيروس ينتشر إذا وصل إلى أكثر من 100 دولة حول العالم. كما أن فحوص زوج رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إيجابية، أعلن الممثل الأمريكي توم هانكس على وسائل التواصل الاجتماعي أنه هو وزوجته ريتا ويلسن الموجودان في أستراليا حاليا قد أصيبا بالفيروس. كما أعلن وزير الداخلية الإسترالي بيتر داتون أن الفحوص أكدت أصابته بالفيروس وأنه يخضع لحجر صحي في المستشفى. أما في البرتغال فقد أعلن الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا فرض حجر صحي طوعي على نفسه من باب الوقاية معلقا أي نشاط عام. أعلن نادي اليوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أن مدافعه دانييل روجاني أصيب بفيروس كورونا. من جهته أكد نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن مدربه ميكيلي أرتيتا أصيب بفيروس كورونا وسيخضع لاعب الفريق الأول للعزل الطوعي نتيجة لذلك. إضافة إلى ذلك أعلن مكتب وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر أن الوزير أصيب بالفيروس لكنه في حالة جيدة ويلازم منزله. وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريس أعلنت أيضا أصابتها المؤكدة بالفيروس، فيما كانت قد قابلت المئات من الناس في البرلمان الأسبوع الماضي وحضرت حفل استقبال مع رئيس الوزراء بوريس جانسون. أما في إيطاليا البلد الأكثر تضررا في أوروبا، فقد قالت محطة رأي الرسمية الإيطالية أن ألبرتو شيريوي حاكم منطقة بيمونتيا مصاب بالفيروس ليصبح بذلك ثاني حاكم إقليمي في البلاد يصاب بالمرض خلال 24 ساعة. كذلك أعلن عن إصابة نيكولا تزين جارتي حاكم منطقة لاتسيو، وفى إيران مستشار خامنئي تظهر عليه إعراض خفيفة. وبعد كل ذلك أصبحت حالات الهلع في المطارات وفى كل مكان خوفا من أن يحدث شيء جديد لا يحمد عقباه. في الفترة الأخيرة ظهرت 30 حالة في القاهرة و20 حالة في البحر الأحمر، وتم عمل حظر على منطقة الغردقة وممنوع دخول أو خروج مواطن منها. والسبب في غلق المساجد في الدول العربية هو تغير شكل الفيروس وظهوره بأشكال مختلفة.
مما يصعب علينا اكتشافه والوقاية منه، وما علينا فعله هو الرجوع إلى الله والدعاء لكي ينقذنا من هذا البلاء الذي ممكن أن يهأم الدول جميعاً. لان أقل ما يحاربنا به الله هو حدث شبك هذا، والله المستعان، واستغفر الله وارجعوا إلى الله، لعل الله يتقبل منا دعوة رجل صالح أو طفل بار ويصرف عنا هذا البلاء.